السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الشيخنا غالي؟ لا والله. نعم. إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أعلى الله بقدرك إن شاء الله. بقدرك يا ربي، بس أو تجزم بالدعاء. أنا حاليا موزع تاجر جملة، فأحيانا الحمد لله ربنا كرمني بجيب سعر كويس. ممكن وبلف على المحلات بوزع جملة، فهل المنتج اللي أنا بوزعه ده لو عندي المحل وبعرضه عليه بسعر أحلى، هل كده أنا ببتاع على بيعة أخي؟ سؤالك. أنا بوزع جملة. يعني أنت موظف عند شركة توزع جملة؟ لا لا لا، الشغل أنا بجيبه، أنا اللي بشتريه. يعني أنت تشتري من شركة؟ من شركة بسعر حلو. بسعر طيب. أرخص، ممكن باخد كميات فبشتري بسعر أرخص. أيوه. وبوزع على المحلات. طيب. والمحلات دي بقى عندها نفس المنتج بس من تاجر جملة تاني. طيب. فهل انا لو اعطيته سعر حلو مخفض، هل انا كده ببتاع على بيعة اخي؟ لا لا، مش ببتاع على بيعة اخي. لا يعني انت مثلا عندك شاي وفي دكاكين فيها شاي، رحت لصاحب الدكان وقلت له عندي شاي رخيص وطيب وجيد، لا مانع. هو كده كده عندي. ما فيش مشكلة. لا لا لا، ما في مشكلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإياكم مع السلامة.